مساء الخير جمهورنا الكريم، مساء الخير عشاق ومشاهدي قناة الوطنية. طبعا اليوم يا هنا مع ضيف عزيز على القلوب العربي تركان، طارق العربي تركان اللي حط رحاله اليوم هنا في الجزائر هنا بقصر الثقافة مفدي زكريا. سيد العربي تركان، احكي لي قليلا على شعورك اليوم وأنت هنا في الجزائر. أنا شعور لا يوصف، هو مزيج من الفخر وال مفاجأة بجمال البلد وأهلها، زائد شعور أنه بلدي. أنا ما عشت فيها كثير، إنما شعور أنها بلدي حاضر بكل الخطوة ابتداء من دخولي من المطار بدون فيزا. يعني هو شعور انتماء. إيه، بفخر، انتماء بفخر وتقدير للجمال واللطف، جمال المكان، لطف الناس. جميل جدا، ونحن فرحانين بوجودك معنا. سيد العربي تركان، انا قلت لما التقي اساله سؤالين اثنين. السؤال الاول، يعني ما هي الاغاني اللي تسمعها ربما وانت في السياره وانت في البيت من غير الشرات؟ انا كنت اسمع على ايدير، بسمع جزائري قديم، بسمع شوي غربي لبعض الفرق والفنانين. وبس، وقليل، حتى هذا قليل. يعني انا غالبا لأن حياتي كلها موسيقى، فعاده لما بطلع من الشغل ما بقدر اسمع شيء. على الاغلب بحط شغلي اللي شغله عشان قبل ما قبل ما يطلع لبرا اذا في شيء اخطاء رد يعني حتى سماعي لشغلي هو للمراقبه، مو سماع للاستمتاع. بعدين خلاص. جميل جدا، أكيد يعني كل حياتك موسيقى، فأكيد في البيت راحة. سيد العربي تركان، أحكي لي من بين الأصوات العربية اللي حاليا كفنانين أو فنانات، شكون اللي تتمنى أنه تغني شعره؟ في عبير نعمة من لبنان، عمر مناسب وصوت جميل جدا ما شاء الله. السوبرانو عبير نعمة. إيه. أكثر أنا عادة بيك أسئل، ما أحب أذكر أسماء بحد ذاتها، لأنه يعني لما قلت لك مثلا فرح يوسف، مثلا فرح يوسف بنت سوريا شركة بالأرب أيضا، للأسف ما بعرفها للأسف، آسف. زينة اشتغلت معي، زينة غنينا سوا وغنيت. هلأ بالنسبة للكل، من خليني أحول السؤال شوي، من أجمل من غنى معي كبنات رشا رزق، سونيا بيطار، عنان الخياط، نور العربي، في كتار، آسف إنه إذا نسيت أسماء منهم، بس من أجمل من غنى معي كشب عاصم سكر، وأنا بعتبره مظلوم بموقعه الحالي. هو يفترض يكون نجم لأنه صوت، ما عم بحكي على الكرتون بس، لأنه اشتغل معي كرتون وغير كرتون، بس كصوت حرام ما يكون نجم. يعني مثلا أنا بلاقيه من الأصوات الأولى في سوريا، رأيي الشخصي. شكرا لك سيد عربي. خلي لي إياك، تسلم لي. شكرا.